وجودك في العلمين إضافة كبيرة للمهرجان، وأنت عندك تاريخ كبير من الحفلات في مصر عموما، ويمكن من أصغر النجمات اللي غنت باللهجة المصرية وأتقنتها، ويعني عندها عشق كبير مع الجمهور المصري. صح، مثل ما قلت، عشق كبير مع الجمهور المصري. أنا ما بحس دايما كل ما أجي على مصر جاي على بلدي، جاي عند ناسي وأهلي، وبفرح كثير لما يكون عندي حفلات بمصر، لأنه بعرف التفاعل الحقيقي مع المصريين، وحفلاتي كلها بتكون كتير حلوة، وبحس حالي منهم. يعني منهم حضر ايه في العالمين؟ كل شيء، محضرة جديد وقديم مثل العادة. اكيد بدي نغني، انا مصري وابويا مصري، وبدي غني كل الاغاني اللي بتحبها الناس المصريين بشكل خاص، قديم وجديد. أكتر الأغاني اللي بتطلب منك في حفلات المصريين إيه؟ كل شيء، أكيد أهو نص، أكيد أخصمك، أكيد كل الأغاني المصرية.